أوديولابي، شارك المعرفة. من الجيد أن تتطور دائماً لتصبح أو على الأقل تقترب من الشخص الذي تود أن تكون عليه. لذلك نقترح عليكم 10 تحديات رائعة لتجربتها، لأن تحدي النفس هو الطريق الأول لتحسينها والرقي بها. أولاً، أدخل في تحدي يقوم على إنفاق قليل جداً. يمكنك القيام بهذا التحدي لمدة أسبوعين أو حتى 30 يوماً. علاوة على ذلك، لمعلوماتك إن شهراً واحداً هو الوقت الذي تستغرقه صياغة عادة جديدة. الفكرة هنا هي أنه بالنسبة إلى عدد الأيام التي ستدخل فيها التحدي، ستقيد النفقات قدر الإمكان. ثانياً، اقرأ 10 كتب، إحدى أصح وأرخص الأنشطة التي يمكنك القيام بها، بالإضافة إلى أنه يمكنك أن تحقق الكثير اعتماداً على نوع القراءة التي تختارها. ثالثاً، فكر أولاً في نفسك. التحدي هنا هو تفكير في الذات ورفاه الفردي قبل اتخاذ أي قرار. إن قول لا لأشياء معينة ليس بالأمر سهل، لأنك تريد أن تجعل نفسك متاحاً أو لا تريد أن تخيب أمل الآخرين، ولكن في بعض الأحيان عليك أن تستمع. رابعاً، تجنب الأفكار السلبية. هذا أحد التحديات الأكثر صعوبة، ولكن أعتقد أن لها أهمية حقيقية. وعلى الرغم من أنه قد يكون صعباً في البداية، إلا أن وضع تشاؤمي جانباً وتركيز فقط على الإيجابية لفترة معينة من الزمن، يمكن أن يصبح عادة. عندما نجبر أنفسنا على التفكير بطريقة معينة، ينتهي بنا الأمر إلى القيام بذلك تلقائياً. هذه التقنية يمكن أن تكون وسيلة للتغيير. خامساً، اكتشف مدينة جديدة. يمنحنا اكتشاف أماكن جديدة بيئة ومنظوراً لا نملكهما في المدينة التي نعيش فيها. نكتشف أطباقاً أخرى وثقافات أخرى ولغات أخرى وأنشطة أخرى. بالإضافة إلى كونه مثرياً للغاية، فإنه يساعدنا على التطوير والنمو وفهم ما يحيط بنا. سادساً، لا تأكل. ضع هنا الطعام الذي تختاره لمدة 30 يوماً. إذا كان لديك أي نوع من الأكل يمنعك من اتباع نظام غذائي جيد لجسمك، تحدى نفسك للاستغناء عنه لمدة 30 يوماً أو لمدة 15 يوماً. سابعاً، التقط المزيد من الصور. أحد التحديات الصغيرة التي يجب تحديدها لنفسك هو التقاط المزيد من الصور أو الفيديوهات للحظات الحياة اليومية. ثامناً، اكتب 300 كلمة كل يوم، سواء كان يومك أو شعورك أو أي شيء. قد يكون من المجزي للغاية أن تأخذ وقتاً كل ليلة لتدوين بعض السطور. إذا كانت لديك مخاوف، فإن كتابة الأشياء التي تزعجك سيسمح لك بمواجهتها. تاسعاً، قدر شخصاً كل يوم. سيأخذ الأمر دقيقتان، ومع ذلك يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على الشخص. ليس عليك أن تجعل هذا لشخص معين، يمكن أن يكون أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك، حيث تظهر له أنك تقدره، وقبل كل شيء تشاركه إعجابك واعتزازك. عاشراً، افعل ما تدفعه دون توقف. لن نكذب على بعضنا البعض، لدينا جميعاً أشياء ندفعها باستمرار غالباً بسبب المماطلة، هذه الآفة. سواء كانت المهام أو الأنشطة التي كنت تحلم بها دائماً، مثل الرقص أو تعلم لغة معينة، فقد حان الوقت للبدء. بدلاً من قضاء وقتك في قول أحب أن أفعل هذا أو ذاك، افعل ذلك. يمكنك دائماً تحمل باقة مجانية من ملخصات الكتب الصوتية، حملها مجاناً عبر الرابط الذي سيظهر الآن، أو عبر رابطي في صندوق الوصف. شاهد أيضاً ولا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء.